طب ماما بس وروحه وانا هحصلك على طول، اروح مشوار انا وعلياء. مشوار ايه بس يا حبيبي، انت تعبان كده؟ لا انا كويس، ما تقلقيش يا ماما. ازاي بس يا ابني ازاي؟ طب انا اقول لك على حاجه، بص يا حبيبي، لو انت عايز اي حاجه قول لي وانا اكلف اي حد يعملها لك. معلش يا بابا مش هينفع، لازم اعمل المشوار ده بنفسي. بنفسك؟ معلش يا ابني. يلا خلي بالك عليه حبيبتي. ما تخافيش. رايحين فين؟ هقول لك في الطريق، تعالي. هي مش كده ابدا، صبوتي حلوه بقت وزن الفيل. عارفه ثواني ما اشتغلتش في الماركت من ليه؟ لا بلاني. هي كويسه ان شاء الله هتبقى كويسه. يا أمي يا أمي، مين؟ صباح الخير. صباح الخير يا ابني. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. تفضل تفضل. يجي تفضل. أنت اللي خليك تفضلي. مرة بعد الشر عليك. الست دي عملت معانا اللي ما عملوش ادخل راجل هنا، لولاها كان زماني بقيت مع راضي الله يرحمه. بصي بقى يا امي، انا مش جاي النهارده عشان اتناقش معاكي ولا اشكرك ولا حتى احاول ادفع لك ثمن اللي انت عملتيه معايا، عشان انا عارف ان انت مش هتقبلي. انا ما سالتكش انت جاي ليه يا ابني، ده بيتك، تيجي وقت ما انت عايز وتمشي وقت ما انت عايز. وانا بقى مش همشي من هنا لما تقولي لي انت محتاجه ايه. واحده زيي هتعوز ايه من الدنيا يا ابني؟ اي حاجه، ممكن تعوزي حاجات كتير. يعني مبدئيا ما ينفعش تعيش في مكان مكتوم زي ده، على الاقل عشان صحتك. الصحه من عند ربنا يا بنتي. ونعم بالله يا امي. أنا ممكن أسألك سؤال وأرجوك ترد عليا؟ اتفضل يا ابني. حضرتك بتصرفي منين يا أمي؟ أصرف؟ أصرف إيه يا حبيبي؟ هو واحدة زيي محتاجة إيه من الدنيا؟ غير لقمة تقوتها وهدمة تسترها وأربع حيطان تداريها. طب بقول لك إيه يا حاجة؟ حضرتك حجيتي قبل كده؟ تحبي تحجي يا أمي؟ حج؟ هو ده سؤال له ردين؟ الدكاترة اللي هي محتاجاها. حاضر. وحكى لها ممرضة تاخد بالها منها، حكيت لها الضوء في ميعاده ومضاف وكل حاجة. ارغي 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 كمان ارغي ارغي، ما صاحبك الرغي وانت محمل على كتافي، مفيش 19 طن اصلهم على ظهري. ظبطي ارغي براحتك. بقولك ايه يما، بقولك ايه يا حبيبتي، انا من النهارده يا اختي ماليش فيكو. انتي يا اختي ماشيه ليه في دول الراجل ده وهو رايح جاي؟ واديكي شفتي اهو بعنا يا حبيبتي في اول ناصيه. ابيع مين يا بنت المهبوشه؟ يا باشا انا ماليش في الحاجات دي، انا معرفش عنها حاجه، انا مأجر المحل وبس، بره المحل بسنتي معرفش حاجه. مين اللي قال الكلام ده يما؟ مين اللي قال الكلام ده يا ناس؟ مش قفش كده يا بنت. امال ازاي يا اخويا؟ يا بنت انتي ده تمويل. بتنوه على مين يا امريكاني؟ بتنوه على الحكومة ولا على نفسك يا اخويا؟ اخرس يا بنت، اتلم ولم لساني. انا مش مبعترة يا حبيبي عشان اتلم، وكل واحد بقى يوزن نفسه
بدماغه. انت ثابته ليه يا اما ما تتكلمي ما تقولي حاجه؟ ايش حال يا حبيبتي ما كناش عارفين لبتها وعارفين اللي فيها؟ ما تهدي يا بنت وانت عامله زي المجري كده. كلنا كان لازم نقول مالناش دعوه بالبضاعه دي، وكل واحد بسكته. يا نهار اسود ياما، يا نهار اسود يا ناس، دي البضاعه يا اختي اتلقت في بيتك وانت اللي قايله للظابط وبسمله بالعشره ان العماره دي كلها من فوق لتحتيها بتاعتك. بقول لك ايه ياما، اذا كنت ناويه كده تروحي في كلابوش عشان خاطر الراجل ده، انا بقى يا حبيبتي ماليش فيه. انا هلم هالهول تاني وامشي من هنا. هالهول تاني ايه؟ ده انا هربت معاكو يا اختي من غير ما اخد اي حاجه. يا لهوي، قصدك ايه يا ميرفت؟ عايزه يا بنت تسيبيني في العكه دي وتهبقي؟ معلش يا بطل، هي اصلها بس متعفرطه عشان الخضه، قلبها لسه طري. عموما كل واحد بيعمل بقصه. اسم الله على اصلك يا اخويا. بت، انا سكت لك مخصوص كرامه للوليه الطيبه دي، انما بقى انا بقول لك ايه، ما تجعرش هنا خالص، وطول ما احنا قاعدين في المخروبه دي ولغايه ما نخرج من هنا انا هدخل يا اخويا واخرج بمزاجي على كيفي. يعني ايه الكلام ده ميرفت؟ يعني كده يا سالك، واللي مش عاجبه كلامي ما يعملش زي. لا اله الا الله. يا ميرفت يا بنتي، الفيلا كبيره، روحي وتعالي زي ما انت عاوزه لغايه ما نخرج من الازمه اللي احنا عايشين فيها دي. وده بقى هتعمله ازاي يا معلم؟ بالهداوه، بالكياسه، بالعقل. ماشي يا عم جاديليو، شوف بقى بكياستك دي هتعمل ايه، وانا يا اخويا انا جاهزه يا قايمة. حاضر يا ماما. ايمن، ممكن اقول لك على حاجه يا ايمن؟ بس ما تتزرزرش عليا. الاعمال بيد الله يا ماما، انا عايزك ما تقلقيش، احنا بس نعدي الظروف بتاعت الايام دي وانا ان شاء الله هشوف اللي انت عايزاني اشوفه. انا مش قصدي اغصب عليك في حاجه والله يا ايمن، بس اصل الواحد فينا بيفضل فاكر ان الشر بعيد عنه لغايه لما يسيب. ما هي دي نعمه ربنا علينا، احنا لو قعدنا نفكر في اللي خايفين منه هنموت من الرعب. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. وانا عم اقول ليه بس برضو يا ماما، انا قلت لك مش عايزك تقلقي، اطمني. انا عايزك بس تفسريني اليومين دول، وانا هعمل كل اللي انت عايزه تعمليه. ماشي ست كل، يلا بقى اتاخرنا. Don't.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام يا رباب. اركبي. ليه يا باشا؟ واحنا هنروح فين؟ وبعدين بقى؟ انت مش عايزه تعرفي الموضوع بتاعك وصل فين؟ ايوه يا باشا. خلاص يا رباب اركبي بقى. ماشي يا باشا. جدع. لا بس ايه؟ في مواعيدك مظبوط. لا يا باشا هي مش فكره مواعيد ولا حاجه يعني، بس انا هموت واعرف الموضوع وصل لحد فين. لا 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 مش عايزك تقلقي خالص، ما دام سبتي لي الموضوع ده انا هتصرف. اللي هو احنا بس رايحين فين يا باشا؟ يا ستي ما تقلقيش، قلت لك انا هخلص لك القصه دي. انت كنت عايزه تطمني على الموضوع بتاعك وصل فين، انا بقى هطمنك واريحك. بس لو تريحني وتقولي احنا رايحين فين. بقول لك يا رباب انا ما بحبش الاسئله كتير، اللي انا اقول لك عليه اعمليه وبس. ماشي ماشي يا باشا. جدع يا رباب. يا رباب هو انت وقفت العربية ليه يا باشا؟ عشان خلص الموضوع. موضوع ايه؟ موضوع الواد الحبوب. حبوب مين؟ حبوب بتاعك يا بنت. حبوب مين يا باشا؟ يا رباب الواد المز اللي في الثلاجة. دلعت اوعى كده يا بنت. تعالي ده انا هدلعك. تعالي بس. تدلع مين يا اخويا؟ تدلع مين؟ يا روح امك. يلا بينا يا عمر. معلش يا باشا روح انت وخالد وانا هحصلكوا على البيت. يعني ايه تحصلنا على البيت؟ انت في الظروف دي انت لسه تعبان يا ابني. ما تقلقش عليا يا باشا، روح مشوار بس مع ايمن وهرجع على طول. ما قلقش ازاي؟ انت مش شايف حالتك؟ يا باشا هروح اشرب فنجان قهوه مع ايمن في اي مكان وارجع على البيت. لو حضرتك قلقان خالد هيستناني، ولو اتاخرت يبقى ليك الكلام. مش كده يا خالد؟ خلاص يا بابا انا هستناه. يلا احنا يا باشا اخد معاك خالد وانا هوصل عمر لباب اوضته. ما تقلقش. البركه فيك. تصبح على خير. خلي بالك من نفسك يا ابني. يلا يا خالد. سلام يا خالد. سلام يا حبيبي. سلام. استناك. الله you
العربية فين؟ العربية فين؟ واضح إن ده محل فاضل. سيبنا أتأكد كده. خير يا ابني؟ في إيه؟ أيوة حاج، إحنا بنسأل بس على محل فاضل الجرحي. أهلا وسهلا يا ابني، عزه ليه؟ أنا والده حبيبي. يا أهلا وسهلا يا عم. أهلا بيك. أهلا أهلا. أنا المقدم أيمن عبد العزيز، ومعايا عمر بن سلطان صديقنا، كنا عايزين نقابل فاضل بيه. يا ابني ده ساب الخدمة من 11 سنة. عبدالله، عمرك يا باشا. تعالى معايا، عايزك. يا رب استر. افتح الباب يا عبدالله. تمام يا باشا. اتفضل يا باشا. اقفل الباب واستناني بره يا عبد الله. تمام يا باشا. في ايه يا باشا؟ اشتغلني اروح امك؟ بتشتغلني انا؟ بشتغلك ليه يا باشا؟ ايه اللي حصل؟ وحياة امك لعلمك العفه يا باشا. تعالى هنا. في ايه يا باشا؟ ايه اللي حصل؟ ده انا مش قلت لي انا ان البيت ده بابدي شمال يا باشا؟ قلت لحضرتك ان الشباب في المنطقه بيقول عليها شمال، وانا الوحيد، انا الوحيد يا باشا اللي كنت فاكرها قدر الشريفه. شمال؟ لا يا باشا، يا باشا الشباب في المنطقه هم اللي بيقول عليها شمال، وانا ما صدقتش يا باشا لان كان في ما بيننا حاجات. حاجات؟ حاجات يا رحمة. يا باشا حب وكلام على جواز يعني يا باشا؟ ده قصد على حمك. شمال انا مش شمال، انا بطلت. اكيد مش شمال يا باشا، اكيد مش شمال، لانها لو شمال كانت قبلت جتتي عليها يا باشا اولى من اي حد تاني. ماشي، بص بقى على حمك، قدامك من هنا لبكره الصبح تفوق لي بقى كده انت والبغلين اللي معاك دول، وتفكر لي في اي طريقه تبلغ بيها البت دي انها ما تنطقش بكلمه في اللي حصل النهارده، يا اما بقى تعتبر نفسك انت وهي والبغلين دول في حكم ومن غير محكمه ولا نيابه. يا باشا لا 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 مؤاخذه، ايه اللي حصل؟ بلاش دعوه باللي حصل، اللي انا بقوله ده اتنفذ وبس. اول ما تلاقي طريقه توصل لها رسالتي تنادي على العسكري اللي بره ده، هيبلغني واجي لك لحد هنا. ماشي؟ فكر فكر عشان احبك. بص يا عمر بيه، اللي زي امريكاني ده مش لوحده، ده فوقيه ناس، وعشان توصل لجدر الشجره هتلاقيه ضارب بره مصر خالص. امريكاني مجرد دراع، والدراع الصغيره خساره قطعها، عشان كده هيفضل يدافع عن نفسه لاخر لحظه في حياته، وده اللي حصل معايا. ما كفهمش يضربوا القضيه
ويرسوها على 7 سنين سجن بس. لا، ده كان في رسالة لازم توصل، رسالة توصل لأي ضابط يفكر إنه يركز مع أمريكاني في الداخلية. والرسالة دي كان ليها أمارة، والأمارة بقى كانت سامح ابني وسعاد مراتي الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. متسامح وسعاد مش هو اللي خلاني اسيب الخدمة. امال ايه يا فاضل بيه؟ بلاش بيدي الله يخليك، ما بقتش احب اسمعها. انا اسف. لا لا لا، مفيش اسف ولا حاجة. انا ما حبيتش اشتغل في الداخلية تاني عشان ما فكرتش ادخل اي قضية الا لما اوصل للدراع الاكبر على الاقل في مصر. بس جت اوامر بقى من القيادات بإزاحتي عن الموضوع خالص، كلفوا حد تاني خالص، ظابط معرفوش، ظابط ينفذ التعليمات وبس. طب انت ما حاولتش تقنعهم؟ حاولت، قربت ابوس رجليهم واحد واحد بس للاسف رفضوا. ليه؟ عشان الدفع بتاعي كان شخصي مش امني. على فكره يا عمر بيه، وارد اللي حصل معايا يحصل معاك انت كمان. مش وارد بس، ده أكيد. لا من حادي ما تقلقش عليا، أنا والدي يبقى اللواء فاروق سلطان مساعد أول وزير الداخلية، أنا أكيد هعرف أتصرف. يا ريت تقدر. أنا المهم عندي إني عايز أعرف اللي معرفوش. أمريكاني ده قتل المعاون بتاعي أخويا، خد الطلقة الأولى عني وانا امبارح دفنته بايدي، النهارده كنت واقف باخد عذاب. اكيد اللي عندك اكتر بكتير من اللي موجود في الملفات. هو ده فضل اللي انا عايز اعرفه، اللي مش موجود في الملفات. ايدك تتشل يا بعيد، لا يخرب بيتك وبيت اللي جابوك. لا هتقول يا بجاز يا اخي، كل يوم على الصبح صحينا الانابيب وام الانابيب. يا دماغي، استغفر الله العظيم كل ذنب العظيم. يا دماغي يا الله.